مساء الخير مشاهدينا. خلال تصفحنا يومياً لمواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الواردة عليها نمر على العديد من الحكاية، منها الصحيحة والأكيدة ومنها المزورة والكاذبة. وتحديداً عند النقطة الأخيرة يقف برنامجنا، برنامج أخبار كاذبة، ليغربل ويفند كل هذه الأخبار ونقف على حقيقة كل صورة وكل فيديو كاذب نشاهده خلال تصفحنا اليومي، فخليكم معنا. كالنار في الهشيم، انتشر خبر على منصات سورية وغير سورية وحسابات على فيسبوك وتويتر وإنستغرام كذلك حول حادثة اعتداء جرت بحق طفل سوري يبلغ من العمر 15 عاماً. وقالت جميع المصادر كما نلاحظ في الصورة، قالت إن الطفل السوري عمر عسكر تعرض للاغتصاب من 5 شبان أتراك في مدينة أنطاليا التركية، وأرفق آخرون مقطع فيديو للطفل مدته 9 ثوان يظهر الطفل فيه وهو طريح الفراش في مستشفى، وتظهر على وجهه آثار كدمات ودماء. بداية خلينا نشوف الفيديو. وبما أن مهمتنا كأعلاميين وناقلي أخبار أولاً وكفريق برنامج أخبار كاذبة ثانياً هي التأكد من كل خبر قبل نشره، بهذا الصدد بحثنا عن خبر اغتصاب الطفل وقادتنا خيوط البحث إلى حساب على فيسبوك لشخص يدعى خالد قطيني وهو صديق والد الطفل. وقال صديق العائلة أولاً إن تاريخ الحادثة يعود للسادس عشر من حزيران مارس أذار من العام الحالي، وذكر قطيني في منشوره أن الطفل عمر تعرض للاعتداء بالضرب نافياً في الوقت نفسه تعرض الطفل للاغتصاب. وكانت منصة تأكد السورية قد نقلت مقطع فيديو لوالد الطفل نفى فيه أن يكون ابنه قد تعرض للاغتصاب وأوضح من خلاله ما جرى مع ابنه. لنشاهد ماذا قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والد الطفل عمر اللي انتشر صوره على التواصل الاجتماعي أنه تعرض لعملية اغتصاب في تركيا من شباب، وتواصل على انتشر على غرف الأخبار وعلى القنوات الإخبارية وعلى... أنا بنفي الموضوع قطعا وبتا. أنا ابني ما تعرض للموضوع أبدا، وابني تعرض لحادث ومشاجرة على أثر الحادث، وهذا الموضوع منفي قطعا وبتا. واللي بلش ينشر الخبر ويلصق ويعمل هالخبر بتمنى من الله أنه يتحاسب على الموضوع، وأنا بفي هالخبر جملة وتفصيلا. وأنا ابني تعرض لحادث ماتور لا أكثر ولا أقل. إذن الخلاصة أن الطفل لم يتعرض للاغتصاب، إنما تعرض للضرب بعد صدمه بدراجة نارية، ولكن يبدو أن هناك من حاول استغلال الخبر وكسب مزيد من اللايكات والتعليقات، مستغلين قصة الطفل السوري الذي تعرض فعلا للاغتصاب في لبنان وحظيت قضيته بمتابعة واهتمام من قبل الرأي العام. نشرت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً خبراً مفاده أن السلطات اللبنانية فرضت قيوداً جديدة على دخول السوريين إلى لبنان، ونشرت تلك الصفحات الخبر بصيغة واحدة تقريباً حتى بالأخطاء الإملائية ذاتها على العديد من الصفحات، وورد فيه لبنان تعلن أنه لن يدخلها مواطن سوري بعد اليوم بدون فيزا، ولن يتم التعامل بعد اليوم في الهويات. لبنان تفرض على كل مواطن سوري مغترب يدخل أراضيها بسبب السفر لسوريا دفع مبلغ $800 بالإضافة إلى $50 تحليل كورونا، ومن ثم يتم ترحيل الشخص لبلده. هذا القرار يخص السوريين في المغترب القادمين لسوريا. لبنان تمنع سفر أي مواطن سوري عن طريقها بداعي الطيران دون دفع مبلغ $100 أيضاً.
مصدر الخبر إدارة الأمن العام اللبناني. وحصلت المنشورات على آلاف التفاعلات ومئات المشاركات كما نلاحظ الآن في هذه الصور. تبين بعد البحث أن الادعاءات حول فرض قيود جديدة على دخول السوريين إلى لبنان لم تنشر على أي منصة إعلامية ذات مصداقية، واقتصر تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فقط. وجميع تلك الصفحات نسبت الادعاءات إلى الأمن العام اللبناني. منصة تأكد تواصلت مع الأمن العام اللبناني واستفسرت منه عن مصداقية تلك الادعاءات، وكان الرد بنفي تلك الادعاءات بالمطلق، أي أن كل ما قيل وتم تداوله حول فرض قيود جديدة على دخول السوريين إلى لبنان هو غير صحيح. عقب قرار تركيا تحويل موقع آيا صوفيا لمسجد بعدما بقيت كمتحف لعشرات السنين بقرار من مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رجال الدين بالكنيسة الأرثوذكسية. وقال بوتين أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل موقع آيا صوفيا في اسطنبول مسجدا خطوة جاهلة وغبية، وهدد تركيا وأننا هنا تعني الروس قادرون على مسح تركيا من على الخريطة. الخبر الأخير تم تداوله مع صورة بوتين مع أيقونة قسطنطين الكبير، وتناقلت صفحات عدة الخبر مثل هذه الصفحة مثلا، وقد حصد الخبر على مشاركات وتعليقات عدة. نحن بدورنا فريق أخبار كاذبة قمنا بالبحث عن هذه الأخبار عبر جميع المواقع الروسية، فلم نجد أي خبر بالموقع الروسي أو المواقع الروسية الرسمية حول اجتماع بوتين مع رجال دين في الكنيسة عقب إعلان تحويل آيا صوفيا لمسجد. وخلال البحث عن صورة بوتين عبر محركات البحث تبين أن صورة بوتين المنشورة مع الخبر التقطت في العام 2019 خلال زيارته لأحد المعارض في موسكو. أما فيما يتعلق بالتصريحات الروسية حول الموضوع فقد عثرنا على تصريح للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بتاريخ 6 تموز 2020. قال بيسكوف أن الكرملين يعتبر أن القرار المتعلق بوضع آيا صوفيا هو شأن داخلي تركي، وفي الوقت نفسه نأمل أن تأخذ السلطات التركية في الاعتبار أهمية هذا المعلم التاريخي. إذن في الخلاصة تبين لنا أن تصريح بوتين غير صحيح وأنه لم يهدد بمسح تركيا عن الخريطة، ويبدو أنه أكثر عقلانية ولو بقليل من طالبه وليد المعلم، أو أنه تعلم منه أن الشطب والمسح السريع عن الخريطة قد يورط صاحبه ويجعل منه أضحوكة. يتداول آلاف المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو أنه لرجل دين مسلم يبيح شرب القليل من البيرة، ويظهر في المقطع رجل دين يتحدث خلال برنامج تلفزيوني قائلا: إذا شربت قليلا من البيرة فلا إثم عليك، ثم يتبع بمشاهد كوميدية تظهر أشخاصا يرقصون. حظي الفيديو حقيقة بآلاف المشاركات في موقع فيسبوك كما سنلاحظ في الصورة التي ستعرض أمامنا الآن. أما على موقع يوتيوب فنشرت نسخة أطول للفيديو يقول فيها الشيخ: إذا شربت قليلاً من البيرة فلا إثم عليك ما دام الكأس الواحد لا يسكرك، إن الرقصة الشرقية عبادة، لو ماتت الراقصة في طريقها إلى الكباريه فهي شهيدة، أوليس العمل عبادة؟ إذن فالرقص عبادة. فيديو: اشرب كأساً واحدة من البيرة ولا إثم عليك ما دام الكأس الواحد لا يسكرك، إن الرقص الشرقي عبادة، أوليس العمل عبادة، والرقص أوليس من الأعمال المحترمة في مجتمعنا؟ مش عمل محترم، مش الراقصة بتقدم، مش الراقصة بتكرم، إن الراقصة لو ماتت في طريقها إلى الكباريه فهي شهيدة، مش الراقصة لها رخصة، يعني عمل محترم، أوليس العمل عبادة؟ إذن الرقص عبادة.
وكالعادة وباستخدام بعض الكلمات المفتاحية إن كان اسم الشيخ أو كلمات مثل البيرة والراقصة، توصلنا لحقيقة الفيديو، حيث تبين أن الفيديو مجتزأ من فيديو يحمل عنوان الرد على المقطع المفبرك منشوراً في قناة تحمل اسم الشيخ المصري. ونشر الشيخ أنور في مقطع فيديو وضح من خلاله أن كلامه مجتزأ، وما كان يقوم به هو الرد على فتوى جواز شرب البيرة والرد على ما قال أنها فتاوى شاذة وضالة انتشر في هذا الزمن. فلنتابع لمقطع فبركه بعض أعداء الإسلام، شيطان من شياطين الإنس أخذ جزءا من حلقة لي كانت في قناة الندى الفضائية في برنامج افهمها صح، وعنوان الحلقة زمن العجائب. ذكرت في الحلقة بعض الفتاوى الشاذة الضالة التي انتشرت في هذا الزمان منكرا ومتهكما على أصحابها، ثم رددت بالدليل على الصواب، فقام هذا الشيطان على طريقة القص واللصق يقطع الكلام ويسوقه كأني أنا الذي قلته من غيري أن يعرض ردي على هذا الكلام. وهذا حال شياطين الإنس في خصومتهم مع الدعاء إلى الله. ولهون مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج أخبار كاذبة، موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع القادم وكشف جديد عن أخبار كاذبة لطالما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فانطرونا.